موعدنا على الساعه 6. ايه كثير منيح. شو لازم اعمل هلا؟ السيد باور اكيد جاي على الطريق مع هديك المره. هلا كيف فيني خليه يروح من هون قبل ما يوصلوا لعنا؟ اللي وين اخذني؟ اتركني انزل. ما عملت شيء. ليكي ما فيك تشيلي الكمامه، حطيها منيح ولا طلعي اي صوت. خليكي ساكته، فهمتي؟ لا كلمه. لساتك هون؟ معقول؟ ليش واقف برا؟ تفضل لجوا، رح اعمل لك كاسه شاي، واذا بدك شاي بالزنجبيل طيب منيح. ومشان بعتذر منك كثير. شكرا كل، يعني انا مضطر روح على الاجتماع فورا، بس انت لازم تشربي شاي. لا استنى، كيف بدك تروح؟ تفضل لجوا، انا بعمل شاي كثير طيب، بس 10 دقائق ما رح اخرك اكثر من هيك. لا كل، يعني انا عن جد لازم احضر هذا الاجتماع، انتبهي على حالك. لهون وبس كل، يعني بكفي كثير عم تبالغي، خليه يروح. بتمنى انه ما يشوفها لهديك المرة. يلا امشي معي، رح اكشف حقيقة تريل هوك لو شو ما كلفني الموضوع. يلا امشي. يلا انا بتمنى ما يقدر يشوفها. تعالي. احترامي سيدي. ليش جبتني لهون؟ جاوبني، شو بدك مني؟ أنا يلي طلبت جيبك، في كم سؤال بدنا نسألك ياهم وبعدين رح نتركك. ما في داعي إنك تعيطي وتخافي. راو فوتها لجوا. حاضر. هالشي خطير، خطير كتير. مدام حط الكمامة. راو خليها تفوت على البيت. حاضر امشي. اضحك تروحي، إذا حياتك بتهمك ما تروح. سمعتي؟